يعني زينب اليوم حافل صباحنا بالأعمال اليدوية، وصلنا أيضا لمحطتنا مع سيدة حلبية تميزت بالإكسسوارات وأيضا صناعة، خليني أقول هيك، قطع قماشية صغيرة، ولكن هي مثل لحشات وطواقي وغيرها من التفاصيل اللي هي بتضفي بالأخير على المنظر العام للسيدة شكل جديد ومميز، وتركت بصمتها الخاصة، وأيضا إلى نشاطات مؤخرا بالسياحة. ضيفتنا لليوم مارال تتنجيان، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكم بحلب. أهلا وسهلا. يسعد صباحك يا مرال، يعني جايبتي لنا كثير اشياء حلوه هلا بدنا نحكي عنها اكثر، بس ملاحظين انه في شيء جديد دامج كثير أكيد قصص مع بعضها. قد ايه لك بهذا المجال وقد ايه عم تطوري حالك؟ يعني دائما في عندك شيء جديد، في عندك دمج يمكن بين شيء وشيء، فخبرينا كمان عن هاي التقنيات. كل قصة نجاح له قصة. أنا قصتي بلشت مع بنتي، أنا كنت ست بيت بربي أولادي، بدرسهم بعلمهم وأشغال يدوية، بعلم بالجمعية الصليب أشغال يدوية، هدول كنت بعلمهم دورات للأشغال اليدوية. بنتي بلشت بمجال الإكسسوارات وصارت تشتغل فيهم، وأنا كنت مساعدة لها. مع الايام صرت انا كمان عم بشتغل معها وبساعدها، يعني نحن صار عنا العكس. انا توارثت، يعني دائما الاهالي بيورثوا اولادهم، انا صار عندي العكس وصرت اشتغل معها. بعد ما تزوجت انا استلمت شغلها، لانه هي راحت عروسه على لادقيه، الف مبروك. بقى انا استلمت شغلها وصرنا نشتغل مع بعض، يعني لازال هي عم تشتغل وبتبعت من هونيك، نشتغل تواصي وكل سنتين منطور حالنا، مندخل شيء جديد. بلشنا من 2009، من 2009 كانت عبارة شغلات اكسسوارات بسيطة، يعني ضفنا شيء من أحجار كريمة، من شابويات فرو، من الأشغال على الخرز مثل هدول الأركات، مع الريش، مع شغل الصوف الخام، كل سنة زدنا شيء، والحمد لله لحد هلا مستمرين. كمان الحلو، يمكن نحن من كم سنة كان لنا استضافة لبنت مرال زينب، ويمكن شفنا التقنيات اللي استخدمتها، وهلا عم نشوف والدتها وهي عم تعمل أشياء جديدة. خلينا نتعرف شوي على القطع اللي جايبتيها وتحكي لنا أكثر عنها. صار لنا سنتين عم نشتغل بالشابويات الفرو، وكثير أخذت طلب، كان عليها طلب، في كتير طلب عليهم، خاصة هلا بأيام البرد. صرنا نشتغل جاكيتات فرو، كمان جاكيتات صوف، كمان تريكو، شالات، هدول هلا تعلمتهم من أرمينيا وقت زرت أرمينيا، من سيدة اسمها لالا مينيان، هي علمتني هالشغل. هي صوف خام منعالجها بمي سخنة وصابون، نعطيها هالشكل، هي صوف خام. صرت ازين فيها الشالات، الكروشيه فينا مدموج، نستعرض الشال؟ كروشيه مدموج مع شال، مدموج مع الكروشيه والحجر، حجر وجنازير، يعني مو شغله واحده، كذا شغلات. وهي كمان فينا نعرضهم او فينا نستعملهم كبروش، فيه عده استعمالات. هدول شغل الخرز على اللبات بياخد وقت طويل، في عندكم هونيك كمان قطعتين ثلاثة. الريش دارج كتير، واخدنا شهرة عليها الحلاق الريش. عنا هونيك اكسسوارات هالسنة دارج الذهب كتير، جنازير كتير، جنازير ما بغيروا لونهم. هون دمجنا الكروشيه مع الخرز مع الجنازير. هونيك الشال مع الجنزير كتير كتير موضة، وأبدا ما بغيروا لونهم، أبدا لونهم ثابت. حتى الحلاق يمكن مرال مدخلة تقنية جديدة، الريش دائما موجود الريش عندك، موجود لأنه بيعطي جمالية للسيدة. تمام، وشو حطيتي كمان مع الريشة هالمرة؟ منزلة خرز أو شو؟ خرز، إيه، ريش مع الخرز، مشغول كله على اللباد. شو آخر موضة بالإكسسوار الناس؟ شو أكتر شي عم ترغب، الشي الكبير ولا الشي الناعم؟ الشي اللي عم بيرغبوه الشي الذهبي، هالسنة كتير دارج موضة. صحيح.
طيب خلينا كمان نحكي عن السياحة، بلشتي هلا تشتغلي شيء ثاني إضافة للإكسسوارات؟ أنا من 2000 وبعد تحرير حلب وقت عملنا معرض بخان الجمرك مع غرفة التجارة، أنا كنت عاملة إكسسوارات تقليدية، إكسسوارات للأميرات. حدا من رفقاتي عرضت علي أنه أشترك بدورة لغرفة السياحة، هي تابعة لوزارة السياحة، كدليلة سياحية. الحمد لله سجلت بالدورة وتوفقت فيها، وهلأ عم بقود جولات سياحية مع الجمعيات مع المدارس. آخر فترة كنت مع جمعية العاديات مع مجموعات شبابية عملوا هون بالصيف ملتقى للكاراتيه، قدتهم لقلعة حلب، عم بعرفهم عن معالم الأثرية الموجودة بحلب، وعم الحمد لله كتير عم بعمله الشغلة عم بعملها بحب. كل ما لنا عم نتعلق بحلب، الحمد لله صامدين بحلب، مثل قلعة حلب أكيد، مثل طائر العنقاء اللي دايما راسها مرفوعة شامخة، وكل ما لنا عم نطور حالنا. وهالسنة سجلت بالتعليم المفتوح مشان أقوي حالي باللغة الإنجليزية. حلو. أكيد بكرة بده يصير عنا سياح أجانب، لازم نعرف لغات أكتر. سجلت تعليم مفتوح سنة تانية باللغة الإنجليزية. حلو. ما شاء الله عليكي، يعني كثير ما عم لحق لك إنجازات. شكرا. وكتير حلو الواحد هيك يستعرض شو أنجز خلال عام، يعني عام كان يمكن من أصعب الأعوام على الشعب السوري، لكن إرادة الحياة دائما موجودة، يعني نموذج عنا كنتي أنتي. أكيد نتمنى لك التوفيق، وبنقلك إن شاء الله بنشوفك هيك بمعارض كتير كبيرة ومهمة مثل ما بتحلم. شكرا لوجودك إن معنا. شاء الله. شكرا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك، أكيد نتمنى لك التوفيق مرال.